خلونا دلوقتي نروح ونشوف أهم الأخبار والأحداث اللي هتحصل النهاردة بمشيئة المولى عز وجل، وكمان أهم الماتشات اللي هتتلعب في ختام الجولة الـ13 من الدوري المصري. بالنسبة للأخبار المهمة اللي هتحصل النهاردة، فهيكون موضوع خطبة الجمعة عن اغتنام عهد الشباب في بناء الذات، إتقان العبادة وإتقان العمل. وطلبت وزارة الأوقاف جميع الأئمة بالحرص على عدم زيادة وقت الخطبة المحدد بـ10 دقائق للخطبتين الأولى والثانية على أقل تقدير، وعدم تجاوزه بأي شكل من الأشكال. النهاردة هينظم جاليري بيكاسو بالزمالك معرضين لكل من الخزاف محمد مندور بعنوان ابن الفسطاط، والمعرض الآخر للفنان عمرو فهمي بعنوان أهل كايرو الساعة 6 بالليل، وهيستمر لحد يوم 4 فبراير اللي جاي. النهاردة هيبدأ منتخب مصر الأول لرجال كرة اليد مشوار بطولة العالم المقامة بالسويد وبولندا بمواجهة كرواتيا، وهتقام مباراة مصر وكرواتيا الساعة 9:30 بالليل بتوقيت القاهرة، وبيخوض الفراعنة منافسات المجموعة 7 بالسويد. بالنسبة لماتشات الدوري المصري، النهاردة في 3 مباريات قوية في إطار الجولة 13 من عمر المسابقة. هيلتقي أسوان مع حرس الحدود الساعة 3:15 ظهراً، الساعة 5 هيلتقي فاركو مع سيراميكا كيلوباترا، والساعة 7 هيلتقي الإسماعيلي مع المقاولين.